حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اعانه الرفيق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب اداب السفر، ذلك لان السفر يحتاج الرفيق الى رفيقه، ويحتاج الركب الى بعضهم، وفي السفر يتبين احوال الرجال، ولذلك يحتاج المرء في سفره الى من يعينه، يعينه في كل شيء، في كل خير، يعينه على الطاعه، يعينه على العباده، يعينه على تحمل اعباء السفر. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى من فقهه ذكر هذا الباب في كتاب السفر، قال: باب إعانة الرفيق، لأن السفر يحتاج إلى إعانة، إعانة في الطاعة، وإعانة على تحمل الأعباء. وذلك لأن المسافر قد يعني يتحرر من بعض الأمور أو القيود التي كانت عليه في حال سفره، فإذا كان في الحضر لا يفعل ما لا يفعله في السفر، فإذا كان معه رفيق يعينه على الطاعة حجزه عن ذلك. وأيضا إذا كان معه رفيق يعينه على التحمل، تحمل الأعباء وتكاليف السفر وما يحدث فيها، فإن كل ذلك داخل في طاعة الله عز وجل. وقد ذكر مصنف جملة من الحديث في هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: باب إعانة الرفيق. وقال في الباب حديث كثيرة تقدمت، كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث: كل معروف صدقة، وأشباههما. هذه حديث عامة تشمل السفر وغير السفر، فالإعانة مطلوبة بل هي عبادة، والجزاء فيها أعظم من العمل. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأيهما أعظم، عونك لأخيك أو عون الله لك؟ لا شك أن عون الله عز وجل لك أعظم من عونك لأخيك، فدل على عظيم قدر هذه العبادة، وهي الإعانة، إعانة العبد، إعانة الأخ، إعانة المسلم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في الحديث الآخر: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى غير ذلك من الحديث في هذا الباب، وهي كثيرة كما ذكر المصنف، وهي عامة في كل الأحوال في الحضر وفي السفر. ولكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث المتعلقة بالسفر، باب الإعانة، إعانة الرفيق في السفر، وذكر ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني كأنه يريد أن يظهر حاجته، كان يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في السفر فهو عام في الإعانة، ولكنه في السفر أخص. قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني من كان عنده دابة لا يحتاجها فليعطها من ليس عنده دابة، ومن كان عنده مال، أي كان هذا المال من طعام، من مركوب إلى غير ذلك، وكان فاضلا عنه فليعطه من ليس عنده. من كان عنده فضل طعام يعطيه من لا طعام عنده، من كان عنده فضل مركوب يعطيه من لا مركوب معه. حتى ذكر أصنافا من الماء صلى الله عليه وسلم، حتى رأوا الصحابة رضي الله عنهم من حديث الرسول أنه لا فضل لأحدهم بمال عندهم، يعني كأنهم يقولون: أوجب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصرف ما بقي من هذه الأموال التي عندنا لمن ليس عنده هذا المال من مركوب ومن طعام وغير ذلك. وهذا الحديث أشك كان في سفر، لأنه صرح في الحديث قيل: بينما نحن في سفر
وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم إما غزوات وإما عمرة أو حج، هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن جابر رضي الله عنه، وهنا فائدة أيضا في هذا الحديث قبل أن ننتقل الحديث اللي بعده، فيه فائدة وهي أنه يجوز الصدقة بما فضل من المال، لأنه بعض الناس في وسائل التواصل، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في دروس سابقة، أنه يقول لا لا الفقراء ليسوا سلة نفايات تعطيهم الزائد من أموالك ومن ملابسك ومن طعامك، هذا شك، كلام باطل وتزيد الناس الصدقة، بل الصدقة تجوز بالجديد وبغير الجديد، ولكن الذي لا يجوز أنك تتصدق بالبالي الذي تعافه النفس، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، لكن المستعمل الذي يصلح للاستعمال سواء من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غير ذلك فإنه لا بأس أن يتصدق به. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه فضل ظهر وما كان معه فضل طعام، وذكر أصناف من المال، الفضل الزائد مستعمل وزائد تصدق به. فهذا الحديث من الأدلة في جواز الصدقة بالمال الزائد وإن كان مستعملا، ولكن لا شك أن التصدق بالجديد وبما تحبه الناس لا شك أنه أعظم، لكن لا نصد الناس عن الخير نقول لا تتصدق إلا بالجديد، بل تصدق بما يتيسر لك من أصناف المال. قال وعن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم، قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم، قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، رواه أبو داود. ومعنى هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنهم يتناوبون على مركوبهم، يعني الجمل الواحد مثلا يتناوب عليه الثلاثة والأربعة، مالكه ومن ضم إليه من الناس، فيتناوبون يركب هذا وينزل هذا، يركب هذا وينزل هذا، وهذا لا شك كله من باب التعاون على الخير ومن باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الإيثار الذي أمر به الشرع. ثم قال رحمه الله عنه قال يعني عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له، رواه أبو داود بإسناد الحسن. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه أنه كان يتأخر في السفر حتى يكشف الجميع، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أنه يعين، حتى إذا تأخر متأخر أو ضعف ضعيف فإنه يعينه صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث كان رسول الله يتخلف في المسير يعني يتأخر فيزجي الضعيف، يزجي يعني يسوق، ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوق، هنا يزجي بمعنى يسوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف حتى يرى ويكشف الرعية، يكشف الرعية كلهم. ومن ذلك ما جاء في حديث جابر عندما تأخر جابر وأعياه الجمل، أعياه أن يطيعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فرأى جابرا رضي الله عنه وارضاه قد تأخر وأعياه الجمل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربا نشطه ثم سار، ثم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر حتى يكشف الرعية، وهذا من باب الإعانة، من باب الإعانة في السفر. لذلك ينبغي على الكبير في القوم أن يعتني بمن هم معه وبمن هو مسؤول عنهم، ويراعي أحوالهم، يعين الضعيف ويعين الضعيف ويسعى في حاجتهم وهو المأجور في ذلك. وجاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الصحابة في سفر وكانوا في رمضان، فأفطر من أفطر وصام من صام، فلما تعبوا ونزلوا مكانا سقط الصوام، سقطوا من التعب يعني لم يقوموا بعمل، فقام المفطرون فبنوا الأبنية وجهزوا الخيام وجهزوا الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر،
ما هو السبب الذي جعل المفطر في هذه الحال أفضل من الصائم؟ إعانتهم للسفر وإعانتهم للرفقة الذين معهم في سفرهم. لذلك إعانة الرفيق خاصة في السفر من محاسن الأعمال ومن مكارم الرجال. وهذا كله يفيدنا فائدة أن الإسلام يحثك على الإيجابية، تكون إيجابيا في مجتمعك، خادما معينا، ولا تكون سلبيا مقتصرا على فعلك القاصر، بل لا بد للمسلم أن يكون له فعل متعدي نافع للناس أيا كان هذا الفعل المتعدي. أما أن يكون دائما فعله قاصر على نفسه لا شك أن هذا من القصور. ولذلك من رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يجمع بين هذين الأمرين، يجمع بين الفعل المتعدي النافع للناس ويجمع أيضا بين الفعل القاصر على النفس. مثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم القاصر على نفسه ما كان يفعله في العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر كلها، وهذا من الفعل القاصر. لكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الفعل المتعدي. ولذلك التفاضل بين الفعل المتعدي والقاصر هذا يرجع إلى المصلحة. ولكن في الغالب في العموم أن الفعل المتعدي أعظم وأفضل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.